بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دخلنا إلى مادة جديدة وهي comprendre les enjeux d'un système d'information أو نظم المعلومات. من أجل العمل في هذه السلسلة من الفيديوهات، إذا كنت تريد ملخصات يكفي الأشياء المكتوبة بالأحمر، يكفي توقيف الفيديو ونقل الأشياء المكتوبة بالأحمر، فهي عبارة عن أسئلة كلاسيكية دائما تكون موضوع الامتحانات. وإذا أردت أن تفهم هذه الأشياء، تابع إلى نهاية الفيديو، ودائما من يجيتنا في نهاية الفيديو سأقوم بتفسير بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية. إذا كنت مستعجل، فقط قم بنقل 1، 2، 3 واقرأ التعاريف واستمع للتعاريف. المرحلة الثانية سنقوم بتفصيل هذه التعاريف وشرحها جيدا. وفي آخر مرحلة سنقوم بإعطاء بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية أو بعض التفاسير باللغة الإنجليزية، لأن لا مستقبل للإنفراستركتور ديجيتال أو ديفلوبر ديجيتال أو أدمنستراتور بدون ضبط المفاهيم باللغة الإنجليزية، لأن كل شيء باللغة الإنجليزية، جميع مراجع باللغة الإنجليزية. إذن يا بسم الله على بركة الله. وهناك سؤال: لي تخوا تيب دي سيستيم دانفورماسيون، فوالا شنو هما انواع النظم ديال المعلومات. اكزيست تخوا تيب، غتقول لي اكزيست تخوا تيب دي سيستيم دانفورماسيون. دي سيستيم، عندك سيستيم انفورماتيك، سيستيم انفورماتيزي، اي سيستيم دانفورماسيون. هناك فرق. سيستيم انفورماتيك يعني جميع الاشياء، لي زانفراستركتور، جميع المعدات المعلوميات، هي كحواسيب وخوادم وتطبيقات، وتطبيقات سواء هاردوير او سوفت وير. وكذلك سيستم انفورماتيزي يعني سيستم تلقائي يستعمل جزء من هذه المنظومه. ثم لو سيستم دانفورماسيون هو شامل، يحتوي على جميع الاشياء، جميع المعدات المعلوماتيه، الخوادم، لي سيرفور يعني خادم وسيرفور، الحواسيب الى غير ذلك. وكذلك لي زاكتور، لي زومبلويي، المعلومات، لي داتا بيز، لي سيرفور دو باز دوني، لي سيرفور ايميل اكسترا. يعني سيستم دانفورماسيون يعني شامل، يضم لو سيستم انفورماتيك ويضم سيستم انفورماتيزي. غير بهدفنا il existe trois types de systèmes: système informatique, système informatisé et système d'information. إذن كتعريف، غالبا يكون تعريف يعطي دوني ان ديفينيسيون سيستيم دانفورماسيون. هناك تعريف عديدة، اخترنا اثنين. إذن لو سيستيم دانفورماسيون ات ان انسومبل اورغانيزي دو ريسورس، قال لك هو مجموعة منظمة من الموارد، لي ريسورس، كي بيرمي دو كوليكتي، كي بيرمي دو كوليكتي، تمكننا من جمع كوليكتي، ستوكي، تخزين، تريتي، معالجة، اي ديستريبي، توزيع المعلومة. إذا بالعربية لو سيستيم دانفورماسيون هو واحد المجموعة ديال الموارد التي تمكننا من جمع وتخزين ومعالجة وتوزيع المعلومات. بسيطة، فوالا. إذا وقف الفيديو، كتب الديفينيسيون، الحمد لله تعرف شنو هو سيستيم دانفورماسيون. تقدر نزيدو ثاني حاجة أخرى، هو سيستيم دانفورماسيون سي لو كوبلاج اونتر لو سيستيم اوبيرون بلوس لو سيستيم دو بيلوتاج. قال لك سيدي ان سيستيم دانفورماسيون دائما مقسم لجوج حوايجات، لو سيستيم اوبيرون هو، غنعطيو مثال في الفيديو المقبل، تخيل معاك واحد، تخيل عندنا واحد ريستورون، شنو هو لو سيستيم دوبيرون؟ هما دوك الوجبات اللي تنقدمو، فوالا، هما دوك الوجبات سوا تنقدموهم سور بلاس او تنصيفطهم مع دي كونديكتور للديور. فوالا، اذا لو سيستيم اوبيرون هو اللي تندخلو فيه لي انبوت وتخرجوا لي اوتبوت. لي انبوت هما الخبز والخضره ولي صوص واللحم اكسترا، لي انبوت، فوالا، كذلك كل شيء، كذلك لي زومبالاج اكسترا. لو سيستيم اوبيرون شي يدير ليها، تنتج لينا مواد، تنتج لنا الوجبات والمأكولات، سواء تنبيعهم ديك الساعة، سواء تياكلوهم في الريستو، سواء تنصيفطوهم افيك دي كونديكتور. اذا هو تيتسمى سيستم اوبيرون، هو اللي فيه الانتاج، هو اللي فيه لا برودكسيون. وشنو هو لو سيستم دو بيلوطاج؟ هو لو سيرفيس اللي تيراقب هذاك لو سيستم اوبيرون واش خدام مزيان ولا لا. تخيل مثلا ولينا تنتعطلوا بزاف على لي كليون، وبالتالي خاصنا ناخذوا لا ديسيزيون. هي شنو هي لو سيستم دو بيلوطاج؟ تيقول لنا بان خاصك تزيد لي كونديكتور اللي غيوصلوا لك لي كوموند ديستريبيي، تعطيك النصيحه. هذا هو لو سيستم دو بيلوطاج. سيستم اوبيرون هو الخدمه، خدمه لي يعني تريتمون ديال لي كوموند اون لين. ملي تنقولوا سيستم اوبيرون راه في كل جي في تا دوك السيت ويب ولي كوموند تناخذوهم نصايبوهم نعاودو نصيفطوهم اكسترا. اذا كخلاصه احبائي، لو سيستم دو بيلوطاج كاين، لو سيستم اوبيرون كاين،
سيستم دانفورماسيون، هذه كتبها غلا كتبتيها مزيان في الجواب مزيانه، عندك دي زانفورماسيون تيدخلوا وعندك دي زانفورماسيون تيخرجوا بيان سور. ولي سيستم اوبيرون هو لي بيان اي سيرفيس، كما قلنا لي بيان اي سيرفيس تناخذوا دي كوموند، تناخذوا هذه تنتقداو السلعه في الريستورون، سيستم اوبيرون تيتخدم داك الشيء تيطيب وداك الشيء تيتكاد اونبالا، وبيان اون سيرفيس تنوزعوا لي بيان، لي بيان هما دوك المنتوجات، لي بيان الخدمات ديالنا تنوزعوهم فوالا، ودائما تكون المراقبه. تقدر تقول لو سيستم اوبيرون permet de contrôler le système opérant et organiser le système d'opérant pour plus de rentabilité. Et dans la définition 2, la définition 1, il y a un exemple de chercher le vidéo basse. Alors, on va passer à l'annexe de la langue anglaise والعربية. إذا نظام معلومات نظام يتكون، يمكنك المرور إلى الفيديو المقبل إذا لم تريد العربية والإنجليزية، قم بتوقف الفيديو وانتقل إلى الفيديو رقم 2. إذا نظام المعلومات نظام يتكون من أشخاص، سجلات، البيانات، يعني دباز دوني، عمليات يدوية وغير يدوية كما قلنا، العمليات اليدوية إنتاج الوجبات مثلا، وغير يدوية مثلا كاستقبال طلبية الزبائن عبر الهاتف النقال، عبر تطبيقات الهاتف النقال، أو عبر مواقع إلكترونية. ويقوم هذا النظام بمعالجة البيانات والمعلومات في أي منظومة أو مجموعة من العناصر المتداخلة التي تعمل مع بعضها البعض لجمع ومعالجة، كما قلنا قبيلة ستوكي وديك التويشية، جمع ومعالجة وتخزين وتوزيع المعلومات المتوفرة عن موضوع ما بشكل منهجي فوالا، لدعم اتخاذ القرار، هذا هو اتخاذ القرار وليس دو بيلوطاج. أما لمعالجة وتخزين وتوزيع اشياء ولو سيستم اوبيرون لدعم التنظيم والتحكم والتحليل في المنظمه او هذه، وبناء تصور حالي ومستقبلي واضح واضح عن موضوع البحث. وبالتالي يعني كاين لو سيستم اوبيرون، يعني المقاوله تقوم باشياء وانتاج اشياء، هو لو سيستم اوبيرون. وضروري يكون عندنا ان سيستم دو بيلوطاج، وتكون عندنا البيانات والتخزين ديالها، هذاك هو لو سيستم دو فورماسيون. ندوزو دابا الانجليش. The main objective in this video is to give some definitions to information system. We can give this an information system is a formal socio-technical organizational system designed to collect لاحظ أحب الكرام collect، إذا جمع to collect process معالجة and store تخزين and distribute توزيع information. نقدر نقول بالله in English an information system is a system to collect to process store and distribute information. Voilà. إذن شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.